كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. يا مساء الانتصارات، يا مساء الصدارة، مساء روح الفانيلا الحمراء، الروح اللي مش ممكن تلاقيها أبدا عند أي فريق تاني مهما عملوا، لأن الروح دي بيتورطها لعبة النادي الأهلي جيل ورا جيل. فريقنا امبارح حقق فوز مهم جدا على الاتحاد السكندري في الوقت القاتل 90 بلس بهدفين دون رد، رفع طبعا رصيده ل 55 نقطة في جدول الدوري، احتل بيهم أكيد الصدارة. لكن مشوار الدوري لسه طويل قوي، النادي الأهلي طول عمره نفسه طويل، ويقدر إن شاء الله بإذن الله بالروح دي اللي ظهر بيها امبارح إنه يكمل لآخر نفس عشان يسعد جماهيره ونحقق طبعا البطولة رقم 41 للدوري. بطولة النادي الأهلي المفضلة أكيد، والبطولة اللي بتحب برضه النادي الأهلي وبتحب جمهوره، لأن بيننا وبينها عشرة كبيرة قوي. تخيلوا كده إن احنا دلوقتي في النسخة 60 من بطولة الدوري الممتاز، النادي الأهلي بس حقق لوحده 40 بطولة، وباقي الأندية كلها على بعضها حققت 19 بطولة، عشان كده بنقول إنها بطولتنا المحببة. عاوزة كمان أقول لكم وأقول للناس اللي كانت مستنية إنها تشمت أو تحتفل بتعادل النادي الأهلي وبخسارته نقطتين، ذاكروا تاريخ النادي الأهلي كويس قوي، ما تطمنوش أبداً للنادي الأهلي إلا بعد صفارة النهاية. عموما طبعا بقى خلاص فريقنا كده قفل ملف الدوري بشكل مؤقت، وسافر النهارده كمان لجنوب افريقيا عشان يلعب سان داونز في جنوب افريقيا. ان شاء الله اللقاء ده هيكون يوم السبت اللي جاي في مشوار النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا، باذن الله ان شاء الله يكون من نصيبنا في الموسم الحالي. كمان هننقل لكم هنا في قناه النادي الاهلي كل كواليس الفريق لحظه بلحظه. هيكون كمان النهارده لينا جوله كبيره جدا في كل اللي اتكتب عن النادي الاهلي في الصحف وفي المواقع، وكمان جوله في الاخبار المحليه وفي الاخبار العالميه، وهيكون ضيفنا النهارده وضيفكم الاستاذ عصام شلبوت رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع. وكالعاده في بدايه حلقتنا دايما بنبتدي باهم وابرز العناوين. بعثت الأهلي تطير لجنوب أفريقيا استعداداً لذهاب ربع نهائي دوري الأبطال. 21 لاعب في قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز. الأهلي يطلب خوض لقاء الإياب أمام صن داونز على ملعب برج العرب أو المقاولون. الشحات يعتذر لعبد الحفيظ ويتقبل عقوبة الأهلي. الاتحاد عما حدث بعد المباراة. الإعلان عن تفاصيل قرعة كأس الأمم الإفريقية. الكاف: مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا على أكمل وجه. تعالوا في بداية حلقتنا نروح نشوف أهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الصحافة. مجلة الأهلي: الأهلي سيد الكل، قهر كل التحديات وبهدفين هزم الاتحاد. إنه الأهلي يا سادة، تحدي كل الصعوبات وفي الوقت القاتل هزم الاتحاد. مجلة الأهلي: بهدفين رائعين لمعلول وجمعة في الوقت بدل بعد القاتل 90 بلس وصل للنقطة 55 درس جديد. الأهرام: الأهلي يتذوق تعب الفرحة بالقمة المؤقتة والفوز الصعب على الاتحاد السكندري، معلول وجمعة ينقذان الأحمر بهدفين قاتلين في الوقت بدل الضائع. الأخبار المسائي: عاد ليتصدر، الأهلي يلدغي الاتحاد بهدفي معلول وجمعة في مباراة اللحظات الحاسمة. المساء: جماهير الأهلي بتقول شكرا جمعة ومعلول، سجلا هدفي الفوز على سيد البلد في عقر داره. الأخبار: الأهلي يعتلي قمة الدوري مؤقتا، هزم الاتحاد 2-0 ويغادر لجنوب أفريقيا اليوم لمواجهة صن داونز. الجمهورية: حسم موقف فتحي وهشام خلال ساعات، ولاسارتي يستكشف صن داونز، الأهلي يطير لجنوب أفريقيا. مجلة الأهلي الثالثة: عصر السبت المقبل في بريتوريا، الأهلي في ضيافة برازيل جنوب أفريقيا، العملاق الأحمر يواجه صن داونز بسلاح ذكريات التتويج السعيدة.
نروح معاكم سريعا لتفاصيل اهم الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي في الصحافه، وهنبتدي مع مجله النادي الاهلي اللي قالت ان بذكريات التتويج وعلى امل ان تكون جنوب افريقيا باب التتويج من جديد، وبهدف حصد اللقب التاسع بيخوض النادي الاهلي يوم السبت ان شاء الله في الثالثه بعد الظهر بتوقيت القاهره على ملعب لوفتوز فيرسفيلد في بريتوريا، مواجهه من العيار الثقيل قصاد سان داونز الجنوب افريقي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا. ودي المواجهه اللي اتفق كل خبراء اللعبه في القاره السمراء انها هتكون الاقوى وهتكون الاصعب، لانها بتجمع ما بين بطلين كبيرين، وسبق طبعا ان طرفيها كانوا نهائي في نفس البطوله قبل كده، النادي الاهلي وسان داونز الملقب في بلاده دلوقتي ببرازيل افريقيا، اتوجهوا قبل كده او توجوا قبل كده بالبطوله دي مرتين قبل كده، وكان طبعا السيناريو متشابه جدا، الاولى كانت في نهائي نسخه 2001، قدر طبعا النادي الاهلي تحت قياده الساحر البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق في قياده الفرسان الحمر للقب، وكان اللقب ده اللقب الاول للنادي الاهلي في النظام الجديد للبطوله والثالث على تاريخه، وبعد ست سنين رجع عملاق الشمال والجنوب لحلبه المواجهات المباشره وتحديدا في دور ال 16 من نسخه العام 2007، وتكرر السيناريو في 2001 حرفيا، انتهت مواجهه الذهاب في جوهانسبرغ بالتعادل الايجابي 2-2، وفي الاياب في القاهره فاز النادي الاهلي 2-0. ده كان الكلام اللي اتقال عن النادي الاهلي او عن مواجهه النادي الاهلي القادمه ان شاء الله يوم السبت القادم في دوري ابطال افريقيا يوم السبت. ده اهم اللي اتقال او اللي اتكتب في الصحافه عن النادي الاهلي، ودلوقتي تعالوا نروح سريعا نشوف اللي اتقال واتكتب عن النادي الاهلي لكن في مواقع الانترنت. الموقع الرسمي للنادي الاهلي لاسارتي يعلن قائمه الاهلي لرحله جنوب افريقيا. بوابة الأهرام سمير عدلي يسبق بعثة النادي الأهلي لجنوب أفريقيا. الشروق الشحات يعتذر لعبد الحفيظ ويتقبل عقوبة الأهلي. اليوم السابع على سارتي الأهلي تخطى محطة الاتحاد الصعبة وصالح جمعة راجع بقوة. فيتو عبد الحفيظ يطالب بإقامة مباراة العودة أمام سان داونز في برج العرب والمقاولون. البوابة الاتحاد السكندري اعتذرنا للأهلي عما حدث بعد المباراة. الوفد تدريبات قوية لمستبعدي الأهلي من رحلة جنوب أفريقيا. صدى البلد نادر شوقي أسباب غير فنية وراء استبعاد رمضان صبحي من المنتخب. نروح سريعا لتفاصيل اهم الاخبار اللي اتكتبت عن النادي الاهلي في مواقع الانترنت، وهنبتدي بالموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي اعلن عن قائمه الفريق اللي بتستعد للسفر لجنوب افريقيا النهارده الظهر، او سافرت خلاص على متن طائره خاصه استعدادا لمواجهه سان داونز الجنوب افريقي اللي طبعا قادم من ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. جت القائمه كالتالي: في النادي الاهلي محمد الشناوي، علي لطفي، ايمن اشرف، حسام عاشور، سعد سمير، حسين شحات، علي معلول، احمد فتحي، مروان محسن، ناصر ماهر، ياسر ابراهيم، صلاح محسن، محمد هاني، عمرو السريه، رمضان صبحي، محمود وحيد، ووليد ازارو، وجونيور اجاي، وكريم ندبد، وحمدي فتحي، ورامي ربيعه. كمان بوابة الأهرام قالت إن غادر سمير العدلي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي للقاهرة لجنوب أفريقيا مساء أمس يوم الثلاثاء عشان يطمن على كل الأمور المتعلقة برحلة الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي لجنوب أفريقيا، واللي بتبدأ النهارده الدور استعدادا لمواجهة سان داونز الجنوب أفريقي والمقرر ليها عصر يوم السبت اللي جاي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي. تعالوا نشوف مع بعض كواليس سفر الفريق مع مراسل قناة النادي الأهلي كريم أحمد. كل التحية لكل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي، كالعادة بنكون معاكم لحظة بلحظة في كل الكواليس وأخبار فريق النادي الأهلي في بطولة الدوري العام في البطولة الأفريقية. النادي الأهلي عنده مواجهة هامة ومرتقبة ومواجهة صعبة جدا أمام بطل جنوب أفريقيا سان داونز الجنوب أفريقي، مباراة غاية في الأهمية لفريق النادي الأهلي. المباراة الأولى كالعادة هتكون في جنوب أفريقيا، المباراة الثانية إن شاء الله في القاهرة، مجموعة المباراتين يأهلنا إن شاء الله إلى الأدوار القادمة بإذن الله تكون البطولة الأفريقية هذا الموسم من نصيب النادي الأهلي. تابعونا كل مشاهدينا ومتابعينا فقط على شاشة قناة النادي الأهلي كواليس رحلة النادي الأهلي إلى جنوب أفريقيا.
كمان الشروق قالت ان عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكوره في الجهاز الفني للنادي الاهلي جلسه خاصه مع حسين الشحات لاعب الفريق يوم الاربعاء، وده اثناء طبعا الاستعداد للسفر لجنوب افريقيا لخوض مواجهه سان داونز الجنوب افريقي في ذهاب دور الثمانيه لدوري الابطال. بلغ عبد الحفيظ اللاعب خلال الجلسه بالغرامه الماليه اللي تم توقيعها عليه وفقا للائحه، نظرا لما بدر منه اثناء استبداله امبارح في مباراه الاتحاد السكندري. اتقدم حسين الشحات باعتذار رسمي لسيد عبد الحفيظ عن وقاعه استبداله امبارح، واكد طبعا ان هو متقبل لقرار الغرامه الماليه، وشدد على احترامه الكامل لرؤيه الجهاز الفني ولقراراته ورغبته في مساعده الفريق دايما لتحقيق الانتصارات المحليه والافريقيه، وده الامر اللي طبعا لقى قبول كبير جدا من جانب مدير الكوره ومن الجهاز الفني. اليوم السابع كمان قالت ان الاراجواني مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي اكد ان مواجهه الاتحاد السكندري واللي حسمها فريقه بالفوز بهدفين نظيفين جت صعبه، المنافس دافع بشكل جيد جدا، وقال كمان ان فريقه اهتم في الشوط الاول بالاختراق من العمق وتجاهل الاطراف عكس اللي حصل في الشوط الثاني واللي تداركنا فيه اخطائنا. قال لاسارتي الفوز على الاتحاد السكندري مهم جدا في مشوار الفريق على المنافسه في الدوري، وطبعا ده يدي راحه لبعض اللعيبه المرهقين، واكيد طبعا ده كان من مثابه المخاطره، ولكن الامر لم يكن اختياري للحفاظ على اللاعبين. وقال كمان لاسارتي ان مواجهه نادي الزمالك كانت برضه مواجهه صعبه جدا، واتوقع ان تكون مواجهه سان داونز كمان صعبه جدا، وكان لازم طبعا ان هو ياخد قرار بمنح بعض اللعيبه راحه برغم احترامنا للمنافس وتقديرنا لقوته. وقال كمان ان استبعاد ايمن اشرف جه لمعاناته من اصابه في ظهره، واكد كمان المدير الفني للنادي الاهلي انه لا يروق لتقييم الأداء بإحراز اللاعب لأهداف من عدمه، وأشاد كمان بصالح جمعة والاستعاد كثيرا من مستواه، خصوصا طبعا بعد ما نجح أنه هو ينقص وزنه في الفترة اللي فاتت كثير. وقال لاسارتي أمتلك كتيبة من اللعيبة الجاهزة خصوصا في خط الهجوم وبالتحديد في مركز صانع الألعاب واللي بيتواجد فيه العديد من اللعيبة المميزة ومنهم ناصر ماهر وصالح جمعة والمصاب في الوقت الحالي وليد سليمان. موقع بيتو كمان قال ان طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي اقامه مباراه سان داونز الجنوب افريقي في اياب دور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا يوم 13 ابريل الجاري في استاد الجيش في برج العرب او على ملعب المقاولين العرب في القاهره. كمان موقع البوابة قال ان اكد وليد صلاح الدين مدير الكورة في نادي الاتحاد السكندري انه توجه لغرفة خلع ملابس النادي الاهلي عشان يعتذر للجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي على الاحداث المثيرة اللي شهدتها المباراة. قال وليد سليمان الاتحاد قدم مباراة كويسة جدا وكافح لحد النهاية، بنبارك للنادي الاهلي على الانتصار اللي حققه. وقال كمان اللي حصل جوه ارض الملعب مجرد مشادة ما بين اللعيبة لعيبة النادي الاهلي ولعيبة الاتحاد السكندري، وده وارد جدا في كرة القدم، وفي حكم ممكن ان هو يتخذ القرار المناسب. وكمان قال او اضاف ان احتفال دكه النادي الاهلي بالكامل والتوجه ناحيه دكه الاتحاد هو ده اللي اشعل الامر، لكن توجهت وكمان كان معايا حلمي طولان لغرفه خلع ملابس النادي الاهلي وقدمنا الاعتذار للي حصل. وكمان قال وليد صلاح الدين اللي حصل جوه الملعب كان مجرد مشاده بسيطه ما بين اللعيبه، وده من الوارد ان هو يحصل في عالم كره القدم ومفيش اي مشاكل ما بيننا وما بين النادي الاهلي. كمان موقع الوفد قال ان ادت مجموعه اللعيبه اللي غايبه عن رحله الفريق الاول لكره القدم لجنوب افريقيا عشان طبعا يواجهوا هناك سان داونز الجنوب افريقي في بطوله افريقيا تمرين قوي النهارده الصبح يوم الاربعاء على ملعب مختار التتش في الجزيره. شارك في التمرين صالح جمعه ومحمد شريف واسلام محارب وعمرو جمال واحمد حمودي وباسم علي واحمد علاء ومحمد نجيب، بالاضافه طبعا لشريف اكرامي ووليد سليمان. وكمان صالح جمعه شارك كبديل في لقاء الاتحاد السكندري اللي كان امبارح طبعا اللي فاز في فريقنا بثنائيه نظيفه جوم في الدقيقه 90 بلس او جوم بعد الدقيقه 90، وبتطير طبعا بعثه النادي الاهلي لجنوب افريقيا الساعه 2 ظهرا، يمكن طاروا من 3 ساعات ونص عشان يروحوا لجنوب افريقيا، رحله الطيران بتستغرق ما يقرب من 10 ساعات.
وزي ما انتم شايفين دلوقتي على الشاشه دي كواليس السفر، كواليس بعثه فريقنا لجنوب افريقيا لملاقاه سان داونز الجنوب افريقي ان شاء الله يوم السبت القادم بدوري ابطال افريقيا. كل التوفيق باذن الله لفريقنا، زي ما قلت لكم ان هو هياخد يمكن رحله طيران بتستغرق العشر ساعات، اكيد دي طبعا حاجه مرهقه جدا، بس باذن الله ان شاء الله يقدروا هناك ان هم يقتنصوا الفوز من بطل جنوب افريقيا. كمان صدى البلد قالت ان فجر نادر شوقي وكيل اعمال رمضان صبحي لاعب النادي الاهلي مفاجاه بسبب طبعا اللاعب او دور اللاعب مع المنتخب الوطني خلال الفتره اللي جايه. قال نادر شوقي في تصريحات تلفزيونيه ليه ان رمضان صبحي مش هينضم لمنتخب مصر في الفتره اللي جايه زي ما حصل برده في المعسكر اللي فات، وقال كمان ان رمضان صبحي مش هيكون ليه اي دور مع منتخب مصر، وسبق ان هو اكد قبل كده ان استبعاده من المنتخب ملوش اي علاقه بالاسباب الفنيه، لكن قال خلال تصريحاته التلفزيونيه لا أريد الدخول في تفاصيل تفاديا للحرج. وعن استمرار اللاعب في النادي الأهلي فأكد أنه هو بعد انتهاء إعارته إن شاء الله هيستنوا الموقف النهائي من رمضان صبحي ومن النادي الأهلي ومن النادي الإنجليزي كمان اللي عنده رغبة برضه في الاستفادة من رمضان صبحي. دي كانت أهم أخبارنا اللي بتخص النادي الأهلي سواء من الصحافة أو من مواقع الإنترنت. دلوقتي معنا مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا. مكملين مع حضراتكم فقراتنا في كلام في الميديا، ودلوقتي معادنا مع اهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخر اخبار محترفينا في الخارج، وهنبتدي بالعناوين. اليوم السابع محمد فضلي يعلن تفاصيل حفل سحب قرعه الكعبة. البوابه سبورت الكاف مصر قادره على استضافه امم افريقيا على اكمل وجه. صدى البلد طبيب المنتخب يشارك في مؤتمر دولي باستاد ويمبلي. كورة عماد النحاس يحسم موقفه من عرض سموحة. بوابة الوفد الشباب والرياضة تعلن 14 مليون عقد رعاية لعشر لاعبين لأولمبياد طوكيو 2020 بالتعاون مع القطاع الخاص. الفجر الرياضي أسطورة ليفربول محمد صلاح فقد عقله. يلا كورة سولشاير برشلونة سيكون تحدي كبير بالنسبة لنا. في الجول ميسي يعادل رونالدو في رقم تاريخي. سوبر كورة مورينيو عن التدريب في الدوري الألماني ليه لا. بطولات بيلي
مبابي لا يحتاج الرحيل عن باريس سان جيرمان ليكون الأفضل. سبورت 360، غوارديولا يستهدف التعاقد مع نسخة بوسكيتس. يورو سبورت عربية، ريال مدريد ينافس مانشستر يونايتد على خليفة رونالدو. جول ساري يعترف الحظ خدمنا أول الموسم ولا نلعب بصورة جيدة. آسيا عربي بدء تحقيق ضد مارادونا بسبب ترامب. نبتدي مع حضراتكم سريعا بأهم الأخبار المحلية. هنبتدي من اليوم السابع. اليوم السابع قال إن محمد فضل مدير كأس أمم أفريقيا 2019 كشف إن هيتم بدء طرح تذاكر مباريات البطولة خلال الفترة ما بين 15 ل 20 أبريل الجاري، وده هيكون عبر النظام الإلكتروني. وقال كمان إن هيتم الطرح على مرحلتين، الأولى هتخص المباريات من يوم 1 أو لغاية 37، ثم بتطرح التذاكر الخاصة بالمباريات من 38 لغاية 52 وعن مراسم حفل القرعة. فقال فضل إن الحفل المحدد ليها هيكون يوم 12 ابريل تحت سفح الاهرامات، وهيبدا بعزف النشيد الوطني لمصر والنشيد كمان الخاص بالاتحاد الافريقي لكره القدم، وبعد كده كلمه رئيس الاتحاد الافريقي ثم رئيس الاتحاد المصري وكلمه اخرى لمندوب الدوله. ولافت طبعا ان الحفل الفني لن تزيد مدته عن 8 دقائق. كمان البوابة سبورت قالت إن اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية واللي بتستضيفها مصر في يونيو المقبل عقدت اجتماع تنظيمي مع مسؤولين الاتحاد الأفريقي امبارح يوم الثلاث في مقر اتحاد الكرة عشان تبحث الاستعدادات النهائية حفل قرعة البطولة والمقر ليها يوم 12 إبريل الجاري في منطقة الأهرامات. شدد مسؤولين اتحاد الكرة أو مسؤولين الكاف على ضرورة التأكد من جاهزية جميع الملاعب قبل وقت كافي جدا من البطولة، خصوصا طبعا إن التقارير الأولى بسبب طبعا أول اللي جت عن طريق لجنة التفتيش التابعة للاتحاد الأفريقي أكدت إن جميع ملاعب البطولة لسه تحت الصيانة ومحتاجة لمزيد من الوقت عشان تتضح الرؤية، لحد طبعا يمكن محتاجة الأيام أو الأسابيع عشان تتضح الرؤية فيها. وفقا لمصدر داخل اللجنة فإن مسؤولين الكاف أكدوا ثقتهم التامة في قدرة مصر إنها تستضيف الحدث على أكمل وجه. كمان موقع كورة قال إن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولين العرب حسم موقفه من تدريب سموحة في الموسم اللي جاي، وقال تقرير إن النحاس جاله عرض من سموحة عشان يتولى القيادة الفنية للفريق بداية من الموسم اللي جاي. بلغ النحاس إدارة المقاولين العرب برغبته في الاستمرار في القيادة الفنية للفريق وعدم تفكيره في أي حاجة تانية أو تدريب أي فريق تاني في الدوري الممتاز، وده طبعا كان قراره مهما كانت الإغراءات المادية. بيتواجد المقاولين العرب دلوقتي في المركز السادس في مسابقة الدوري في الموسم الحالي برصيد 36 نقطة، ده طبعا بعد ما خاضوا 27 لقاء في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي. كمان بوابة الوفد قالت إن وزارة الشباب والرياضة بدأت بالتعاون مع القطاع الخاص في رعاية الأبطال المصريين الرياضيين عشان يعدوهم لأولمبياد طوكيو 2020. أبرمت الوزارة بروتوكول تعاون واللي كان على إثره قيام الشركة الراعية بتوفير رعاية لعشر لاعبين من الأبطال الرياضيين أصحاب الإنجازات الرياضية بثمان ألعاب. شملت الرعاية كل من هدايا ملاك، رضوى رضا في التايكوندو، سارة سمير في رفع الأثقال، علاء أبو القاسم في السلاح، جيانا فاروق وشيماء أبو اليزيد في الكاراتيه، كمان محمد إبراهيم في المصارعة، وأحمد أمر في الرماية، ومصطفى الجمل في ألعاب القوة، ومحمد طاهر
في الفروسية. أكد كمان دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة لا تدخر جهد في التعاون مع كافة مؤسسات القطاع الخاص عشان توفر الدعم المالي في رعاية اللعيبة، وأن البداية في رعاية 10 لعيبة في مرحلة أولى، يتبع طبعا تقديم رعاية أخرى لعدد آخر من اللعيبة المرشحة لتحقيق ميداليات ونتائج متميزة في الدورة الأولمبية. كمان الفجر الرياضي قال ان ستيف نيكول أسطورة نادي ليفربول السابق انتقد مستوى نجمنا المصري محمد صلاح لاعب الفريق الحالي، وده بسبب تراجع مستواه في النص الثاني من الدوري الانجليزي او البريمير ليج. قال نيكول ان محمد صلاح فقد عقله وثقته، فعندما يتجه للمرمى فاول شيء يخطر في باله انه لن يسجل، واضاف لقد كنت اصلي بان يمرر الكره لماني، لقد كنت اعلم انه إن لم يمرر الكرة فلن تسكن الشباك. الآن ومن أين سيقوم ليفربول بتسجيل الأهداف ومن أين ستأتي؟ وقال كمان خطة المدرب يورجن كلوب تعتمد على أن يقود الهجوم المكون من 3 لاعبين وهم الأفضل عنده بتمرير الكرة داخل منطقة الجزاء، لكنهم يكونوا في المستطيل الأخضر للتسديد. وقال كمان يوجد الآن لاعبان يقومان بتمرير الكرة في الخط الأمامي وهما ماني وفيرمينو، في حين لدى مانشستر سيتي مجموعة من اللاعبين يقومون بالتسجيل. موقع يلا كورة كمان قال أن النرويجي أولاي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد قال أن مباراة فريقه اللي جاية قصاد برشلونة في دوري أبطال أوروبا بمثابة تحدي كبير جدا بالنسبة للفريق الإنجليزي، والمفروض أن هيقابل يونايتد مع برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ساعة أو يوم 10 من إبريل الجاري على ملعب الأولد ترافورد الساعة 9 مساء. تعرض الفريق الإنجليزي للهزيمة في مباراته أمس يوم الثلاث أمام وولفرهامبتون بهدفين لهدف في الجولة 33 من البريمير ليج. وخلال تصريحات صحفية قال سولشاير سنأخذ يومين لتحليل الهزيمة والتعافي ثم نفكر في الأبطال، برشلونة سيكون تحدي كبير بالنسبة لنا، وأضاف في الفترة المقبلة نحتاج لجمع 15 نقطة في المباريات الريعة. كده هنرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل دلوقتي لفقرتنا في السوشيال ميديا. هنبتدي بالحساب الرسمي للنادي الأهلي على تويتر اللي نشر صورة لعلي معلول وكتب علولو بيبدع، علولو بيتألق، علولو بيسجل، نسر المباراة بلا شك. كتب كمان العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي على الفيسبوك بعد المباراة كده كده يا حبايب الدوري في الجزيرة بمشيئة الله. كمان نشر خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على تويتر صورة من الاحتفال بالفوز وعلق إنها روح الفانيلا الحمراء يا سادة، الحمد لله على نعمة الأهلي. كمان كتب طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على تويتر بعد المباراة أهلاوي الحمد لله. كمان محمد الضماطي عضو مجلس الإدارة على الفيسبوك كتب ألف مبروك فوز فريق المرتبط بدوري السلة وتأهل الفريق الأول للسلة للدور قبل النهائي لدوري السوبر، وأخيرا كمان الفوز المهم على الاتحاد في يوم أهلاوي عظيم. رانيا علواني كمان عضو مجلس إدارة النادي الأهلي نشرت أهداف النادي الأهلي في مرمى الاتحاد على الفيسبوك وكتبت مبروك للأهلي وللأهلوية 90+. محمد فراج كمان عضو مجلس إدارة النادي الأهلي نشر على الفيسبوك بعد مباراة السلة صور طبعا من المباراة وكتب الحمد لله يوم جميل فوز الأهلي على الاتحاد في 90+ ورجال السلة على سموحة في المباراة الفاصلة واللي ما كانتش سهلة والتأهل لقبل نهائي دوري السوبر لمواجهة الزمالك، وأخيرا فوز فريق المرتبط بدوري السلة. ودايما روح النادي الأهلي هي من تحسم في كل الألعاب، القادم أفضل إن شاء الله. كتب كمان الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على الفيسبوك الإصرار على تحقيق الفوز حتى في اللحظات الأخيرة يجسد روح الفانيلا الحمراء، نلعب حتى الثانية الأخيرة ولا نعرف سوى المركز الأول، إلى مزيد من الانتصارات بإذن الله.
نروح بقى للحساب الرسمي للفيفا بالعربي على تويتر، واللي كتبت نهاية دراماتيكية لمواجهة الأهلي ومضيفه الاتحاد بهدفي معلول وصالح جمعة في الوقت بدل الضايع اللي شهد هجوم كاسح للنادي الأهلي، لتنتهي المباراة بفوز مثير 2-0 وثلاث نقاط غالية تصدر بيهم الشياطين الحمر برصيد 55 نقطة في انتظار مواجهة الزمالك وسموحة. شريف إكرامي كمان حارس مرمى الفريق كتب على تويتر بعد المباراة ولسه. كتب كمان أيمن أشرف على تويتر 90+. كتب كمان إسلام محارب على تويتر بعد المباراة الحمد لله. نشر جيرالدو كمان امبارح صورة من مباراة القمة على الانستجرام وكتب قاتل دائما لا تستسلم أبدا. نشر كمان عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال في النادي الأهلي صورة على الانستجرام بعد الفوز وكتب الحمد لله على المكسب لعيبة رجالة كالعادة. كتب كمان كابتن زكريا ناصف على تويتر رامي ربيعة صالح جمعة نموذجان لتأكيد موروثات الإدارة في الأهلي والتي تعتمد على التقويم والصبر وإعطاء الفرص وليس البتر والاستغناء أو الطرد. برافو مجلس الأهلي وجهازه الفني والإداري. أما الحساب الرسمي لفي الجول على الانستجرام فنشر صورة طريفة لعلي معلول وكتب علي معلول بجدارة هو أسرع دليفري في مصر، بيسجل بيصنع بيحسم مباريات بأهداف قاتلة، يمنح الأهلي صدارة مؤقتة. الظهير التونسي سجل هدفه السادس هذا الموسم بالإضافة لعشرة أسس في كل البطولات. كمان الفنان أحمد السعداني كتب على تويتر بعد المباراة متصدر لا تكلمني. مشاهدينا دلوقتي ميعادنا مع فاصل سريع ونرجع نستقبل ضيفنا النهارده رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع استاذ عصام شلتوت. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا ونورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير ورئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع. يا مساء الفل عليك منورنا وشرفنا كالعاده في قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك. النور باهلها طبعا وباسم النادي الاهلي وجماهيريته العريضه الكبيره في مصر والعالم العربي والعالميه طبعا. طبعا من امبارح للنهارده والايام اللي جايه طبعا ما فيش كلام غير عن مباراه الاتحاد السكندري امبارح في الدوري المصري ممتاز، وكمان المباراه القادمه باذن الله يوم السبت القادم قصاد سان داونز الجنوب افريقي. نتكلم عن لقاء الاتحاد السكندري اللي كان مليان وكان فيه العديد من المكاسب، اشراق طبعا لعيبه جديده، رجوع بقى الروح الحقيقيه للنادي الاهلي 90+، وبعد ال 90+ وتسجيل هدفين يعني تصدرنا كمان لجدول ترتيب الدوري الممتاز في الموسم الحالي حتى ان كان مؤقتا، ولكن قدرنا ان احنا نتصدره في الوقت الحالي. شايف المكاسب من المباراه دي ازاي؟ لا الحقيقه مكاسب عديده وطبعا ما عدا يعني بلس 90 لانه ده يعني يعد كدر اهلاوي عاده اهلاويه. صحيح. وبالتالي هي تأكيدها بالأمس مش بس فكرة عودتها لكن تأكيدها بالأمس هو ده اللي كان مدي لجمهور النادي الأهلي ثقة غير عادية انه الدقيقة 90 هي تعني بالنسبة لهم بدء مش لقاء آخر لكن بدء إضافة. صحيح. ربما أكسجين جديد للاعبين لكنه أكسجين ملون باللون الأحمر يعني. صحيح. بمعنى أنه هناك مع كل فريق ما يميزه وبالتالي هي حالة أهلوية بالمرة. كمان عودة الكثير من اللاعبين تحديدا على رأسهم رامي ربيعة والمدافع اللي لعب بجواره ياسر إبراهيم وبالتالي طبعا أنا بكلمك الأول على الخط اللي كان دايما الناس بتلعب وكأنه. صحيح. يمكن أنا مرة قلت لك هنا كأنه يعني يجيد أيمن أشرف بينما هو مش ظهير ثالث لكن كأنه ظهير ثالث. صحيح. يجيد بس كان بيأدي فيه كويس مؤكد لكن تخيلي بقى أنه يبقى عندك رباعي بيلعب منهم اتنين شغلتهم الظهير الثالث. صحيح. بقى في أسطى جديد اسمه صالح جمعة عاد لمكانته وهياخد بقى مفتاح للورشة من ناصر ماهر. فكرة القسطة دي فكرة مهمة جدا في طبعا. نص الملعب وبالتالي المدير الفني هيبقى عنده اختيارات زيه زي غيره من المدراء الفنيين خاصة لما يبقوا من مواليد التدريب في أندية
كبرى. يمكن صلاح جمعه بالاخص لسارتي اشاد بي بعد اللقاء ده وقال ان هو فعلا كان عنده يعني وعي ان دي الفرصه الاخيره ليه بالنسبه له، ابتدى ان هو يخس، ابتدى ان هو يلتزم، بين اداء اخر خالص مش بس على مستوى التدريبات وكمان على المستوى الشخصي. مؤكد لانه في الاخر شوفي اللاعبين يحتاجوا لفرائض غائبه كثيره جدا، اهمها فكره، وانا بقول لاخواتنا الصغارين ولادنا اللاعبين انت تفقد اهم ما يميز النجم المحترف الا وهو الايجنت بتاعك، الوكيل، المدير، انا اسف مش السمسار اللي بيجي يوقع ويقتسم معك يعني بعضا من رزقك، وانا بقولها لك كده لانه نجم كره القدم والوحيد الذي يستحق اضعاف مضاعفه من الاموال والارباح لانه هو الفارس الذي من اجله تدور عجلة صناعة اسمها كرة القدم واقتصادها، زي نجوم السينما، زي نجوم الرياضات الكبرى اللي منها طبعا السلة واللي محدش يعرف انها الاهم ربما والاغلى حول العالم، ومن ثم اعتقد احنا بنتكلم عن فكر الايجنت ما هو ده، لأنه اللي هو مدير اعمالك مثلا، مدير ينظم له اهم فترة في حياته، فترة فتوة الشباب، فترة صبا، فترة مراهقته اللي بيمنع نفسه فيها عن أشياء كثيرة جدا لحين انتهاء مشواره. هو ما هوش مولود يعني كشاب مش فكرة صالح من عدمه أو طالح، لا، فكرة أنه أكيد وهو في هذه السن يحتاج لمروض، يحتاج لحد طول الوقت على ودنه بيكلمه. ده بيبقى الفريق كمان الايجنت معاه 7-8 بيديروا له حتى ملابسه، حتى بيتكلم ازاي، بيختار ازاي المطعم والكافيه وحاجات كتير لا تثير حوله ربما شبهات. اللي بنشوفه هنا في مصر بنلاقي دايما الايجنت او اللي ماسك اعمال اللاعب او اللي بيتفاوض بالنسبه، بس ما تقوليش ماسك اعماله، هو يا دوب بيمضي معاه وشكرا. لا مش معاه 2-3 الحقيقه، يعني معاه شخصين 3 للامانه. يعني صحيح، انا مش بتكلم عن اسلام مصر، انا بتكلم عن اللعيبه بنلاقي دايما اللي معاهم دايما وبيوجههم وامضوا هنا اعملوا هنا، بيتفاوض بالنيابه عنهم، دايما بيكون مثلا الوالد، الاخ الكبير، حتى دي هو مش فاهمها، مش فاهمها. بالمناسبة دي دراسه، بالمناسبه غير انها دراسه، كل نجم، وعلى فكره ميسي كده وقد جاء الى مصر وشفنا رؤى العين معاه اخوه ومعاه جوز اخته، تخيلي دول ايه بقى يا سيدي، انت عاوز يبقوا في فريق عملك اهلا بيهم، هم فعلا بينضموا، هم فعلا بيتحول لهم جزء ربما يعني وكأنه راتب، لكنهم ليسوا المحترفين في مساحة العمل دي، لكنهم حولك دفء، حولك حميمية، حولك خشية عليك، إنما مش هيتحول هو فجأة لدراسات وخبرات عاشها الإيجنت. بعض وكلاء اللاعبين حول العالم يعني أسماء شهيرة جدا، هي مؤسسات الأهم فيهم يعني الاسم بس مندوزا يمكن عنده 4000 موظف حول يعني في مؤسسته دي، وبالتالي النجوم عندنا بتقع مننا انه ليس لدينا من يديرهم، عشان كده في الاغلب العام في النادي الاهلي بيستبدلوا ده بحضانه اسمها مدير الكره، اسمها لجنه الكره، اسمها مجلس الاداره، ولو انه ما بيقترفش من الفنيات لكن بيحاول يدعم نجومه الشبان بفكره يعني ويحاول يحافظ عليهم، بينما دي مهمة ناس أكل عيشهم بالبلدي كده، وجودهم مرتبط بكده لأنه ده بيقبض معاه حتى في المكافآت والمرتبات، الناس يمكن فاكرة أنه بياخد في أصل الصفقة بس، وبالتالي وكل ده على فكرة مش من جيب اللاعب، ده ضمن العقد اللي مع النادي، ومن ثم دي مشكلة لابد لها من حل، واعتقد انه مهم جدا انه احنا بنتحول لصناعه، يبقى مش اي حد يشتغل الشغلانه دي، نفسنا نشوف في الشوارع مكاتب مكتوب عليها فلان الفلاني وكيل لاعبين، شركه تسويق، ايجنتس، مش عارف ايه، وبالتالي هو نفسه هيخلق وظائف، هو نفسه هيدفع ضرائب، هو نفسه هيدخل الاقتصاد. لازم تكون مرخصه طبقا بقى لمعايير معينه، معايير للترخيص، مش مرخصه ثم معايير، لا، معايير يبنى عليها في الطريق للترخيص، وبالتالي ما نفقدش يعني ما يسمى بالمنتج الأصلي، بهذا الذهب الذي يخرج من منجم اسمه مصر 100 وحاجة مليون، أكيد يخرج من منجم المواهب فيها الكثير والكثير، نفقده بسبب عدم وجود الأم الحاضنة دي أو الحضانة الموجودة دي، وبالتالي عشان كده لعبتنا بتنجح مع المربية الأجنبية، لعبتنا بتنجح لما بيجي إيجنت عالمي يخطف
لاعب مش يخطفه بالسوء، لا يخطفه ايجابيا، يخطفه من الواقع. طب ازاي تقييمك ايه مثلا لمدير اعمال محمد صلاح رامي عباس، شايفه ازاي؟ شغله لكن برضه بخبراتي اعتقد انه بيدوس شويه في حته البيزنس بدري، يعني حوله لاله في البيزنس والاعلانات بدري شويه. ليه بدري؟ وبالتالي لانه في عمر لاعب الكوره كام سنه. هقول لحضرتك ليه، لانه لا مش بدري قوي، بقول لك بدري شويه لانه هو خايف من المنتج العربي، لم يثبت بعد انه قادر للعيشه لغايه 35 سنه. فبيقول لا ده صلاح عامل معادله زي ميسي ورونالدو، بس يعني بس الفيرجن العربي كم يير سيادتك في الفيرجن العربي، الى ان يثبت صلاح انه هيعيش طويلا باذن الله. إن شاء الله ساعتها مش هتبقى هجمه 200 اعلان في الثانيه سريعه زي دي، لكنه الحقيقه بيديره على اعلى مستوى. صحيح. نتمنى وجود اكثر من حد، مع احترافي واحترامي الحقيقه الاثنين ثلاثه في مصر الحقيقه بدون تسميه قريبين من النموذج العالمي. يعني نرجع بقى لمباراه امبارح، احمد فتحي يعود بقوه. صحيح. وهو ثقل لنقل الكثير من الخبرات. أكيد. والكثير من الثقه للفريق حسام عاشور اللي دايما بيؤدي دور عظيم جدا، وهو لا يتحدث عن نفسه كثيرا الا بلعبه وبادائه. الحقيقه امبارح رصيد الاهلي في بنك الاحتياط، لان كل الكبار لديهم بنك احتياط وليس دكك بدلاء، رصيد الاهلي تعاظم بقى موجود بالفعل. حقيقي. بقى موجود بما يسمى رصيد ذهب، مش بس. صحيح. مش بس وده اللي خلى ان الحلول تبقى حاضره دايما عند مارتين لاسارتي. بالظبط. انما شوش على الاداء شويه، ربما التوتر عقب التعادل في الكلاسيكو او الديربي، وخشيه اللاعبين ان تفلت منهم مباراه سيد البلد او الاتحاد السكندري، عشان كده الدقيقه 80 شهدت لمده 4 دقائق لعثمه ما كانتش موجوده قبل الدقيقه 80، ثم استعاد الفريق الاهلاوي ما يمكن ان يكون قوه الدفع مع اقتراب الدقيقه 90 اللي هي بلس 90 الاهلاويه دائما. يعني صحيح. شفنا امبارح كمان مشهد بقى حلو قوي، يا ريت ان هم يجيبوه لنا هنا على الشاشه بعد طبعا الاحتفال بالهدف الاول، كابتن سيد عبد الحفيظ، رمضان صبحي، وسعاده سمير، ورامي ربيعه، وناصر رمير، وكلهم طبعا من ابناء النادي الاهلي. طبعا لانه في الاخر فكره الفرحه العارمه دي معناها انه كان في شغل، كان في شقة، كان في محاولة للوثوب إلى القمة. صحيح. ولو لمدة 24 ساعة زي ما حضرتك قلتي، ولو مؤقتا زي ما أكدتي، لكنها مكانة النادي الأهلي. صحيح. لكنها الوضع الطبيعي للنادي الأهلي. هم بحثوا كثيرا عن العودة ولو مؤقتا لحين تدارك الأمر. أهو الهدف الأول. أيوة. أهو. فرحة طبعا لا يمكن قياسها، لانه الفرحه مش غريبه على النادي الاهلي ولاعبته ونجومه وادارته لما يحرزوا هدف حتى لو كان في نهائي ولو نهائي قاري، لكن الفرحه هي من مواليد برج الثقه او عوده الثقه. صحيح. او ان يفوز النادي الاهلي في هذه المباراه العصيبه فنيا، رغم هذا التقارب والاحترام المتبادل بين الاهلي والاتحاد السكندري او سيد البلد، لكن كانت لحظة الوثوب للقمة الموسم. صحيح. الحالي برضو هستعير كلمتك أو جملتك، ولو مؤقتا. صحيح. صحيح. يمكن كمان الفرحة دي كانت مختلفة، لأن يمكن مخبيش عليك يعني جمهور النادي الأهلي امبارح لغاية الدقيقة 90 قبل ما يتم احتساب الوقت بدل الضائع الخمس دقائق اللي تسجل فيهم الهدفين، كلنا بقى كنا مصابين بصراحة بالاكتئاب. يعني إزاي المباراة دي هتعدي علينا كده، وإزاي هنخسر نقطتين في مشوارنا إن احنا عايزين نحافظ على اللقب المفضل لينا، لقب الدوري المصري الممتاز. لكن الحمد لله الموضوع كله اتغير واتقلب بس في خمس دقائق من الوقت القاتل أو الوقت بدل الضائع اللي قدر النادي الأهلي فيه إن هو يسجل الهدفين الفوز. شوفي لا زال هناك 10 لقاءات على الاقل هم بطعم النهائيات. طبعا. للاهلي والزمالك ولا بديل عن الفوز مباراه واحده، ولا بديل عن الفوز، لكن ايضا ربما هناك محطات هتبقى صعبه جدا زي محطه سيد البلد او زعيم الثغر او الاتحاد السكندري، خاصه مع اداره محترمه زي الراجل محمد مصلحي، واداره فنيه محترمه ايضا ومحترفه مع حلمي طولان وكابتن وليد صلاح الدين. طبعا. وبالتالي سيقابل الاهلي انداد، ها، لانه البطل هذا هو واقعه، ان يقابل انداد يريدوا احتساب جولات لصالحهم مع البطل، ومن ثم لسه برضه الزمالك هيقابل نفس المطبات الهوائيه،
كل المنافسين في ال 11 او 10 ماتشات او 10 اسابيع القادمين هيواجههم ما يسمى بالرسم القلب اللي على قديمه ده اللي كان بيجي في افلام الابيض واسود قبل الالات الحديثه. صحيح. يعني هتلاقي فيك مش في الاداء في النتائج ربما ستترتب نتائج على اخرى، لكن حال الاهلي انه دايما ما بيحبش يستنى اللي هي فكره ان يتكل على الآخر أو ينتظر أن يكون تعثر هناك الآخر. تعثر للآخر أو أن يحقق له الآخر نتيجة أكيد. محببة إليه. طب يا ريت نشوف كمان الهدف التاني للنادي الأهلي امبارح في المباراة، شفنا بقى الهدف مهم قوي. طبعاً في انتصار يعني شخصي لرمضان صبح طبعاً. هو شعر بأنه بيشكك فيه، هو شعر بأنه يعني محطوط في مربع كده الشك والهدف قدام ده أهو. أيوة كمان يعني هذا التعاون غير طبيعي لا تجديه إلا في النادي الأهلي في صفوف النادي الأهلي. صحيح. أولا ثم ينتقل للآخرين. يعني ليه بقى؟ لأنه في الموقف ده كان يمكن لرمضان استكمال هذا الهدف المارادوني المساوي المو صلاحي سميه زي ما تسميه. صحيح. لكنه فضل أن ياخذ معه مين بقى كمان؟ مش صالح اي حد. جمعة. صالح جمعه العائد والذي يتمنى زملائه ان يستعيدوه كواحد من اهم العناصر المؤثره في الكره المصريه وطبعا مع ناديهم النادي الاهلي. صحيح. يعني شفنا هدف اول صاروخي، هدف تاني ماراثوني. ما انا بقول لحضرتك المساله مرتبطه بادوات تشبه دائما واقع النادي الاهلي، زي ما الزمالك لديه ادوات يعيش عليها، زي ما الاسماعيليه برازيل زي ما بنقول العرب لديها ايضا واقع تعيش عليه، الاتحاد السكندري. شوفي كل الكبار في مصر هم كبار العرب ان ارادوا، والافريق والكره الافريقيه. مع احترامي ما دون بقى فكره ان احنا توقفنا عن امداد العالم بالمنتج المصري من اللاعبين، لكن ان شاء الله يعني هنفصح عن ده قريبا، لان ده المفترض ان يكون متواصل مع هذا الاهتمام بان الكره في مصر تبقى صناعه، وبالتالي لكل كبير في مصر ما يميزه، لكن بتتجمع الكثير من نقاط القوه عند النادي الاهلي دائما. صحيح. طيب لو سالتك بقى عن لعيبه بعينها في لقاء امبارح، رامي ربيعه، صالح جمعه، وكمان طبعا رمضان صبحي اللي يمكن بذل 80% او 90% مجهود في الهدف الثاني. ما انا بقول لحضرتك هي عوده حميد، عوده مؤثر جدا، اضافه زي ما قلت لك لاحتياطي النادي الاهلي الذهبي في بنك كرة القدم، وبالتالي سيشهد القادم من المباريات رفع بقى فكرة الإرهاق العنيد، لأن الإرهاق أيضا بقى منافس قوي للنادي الأهلي، كان يتسبب في الكثير من الإصابات على فكرة، لأنه التدوير ما كانش بيتم إلا تحت وطأة إصابات، وكان بيخلي الأهلي يستعين بلاعبين في غير مراكزهم حتى لو أجادوا، وبالتالي هذا العود مؤكد انه يساوي ان الاهلي ما لديه من مهمات، يحتاج لتركيز نعم، لكن المهمات لم تعد صعبه كما كانت قبل شهر تقريبا او شهر ونص. طيب عايزين نتكلم عن لعيبه النادي الاهلي اللي شايف ان من وجهه نظر حضرتك لازم تنضم للمنتخب الوطني الاول في الفتره اللي جايه او قبل امم افريقيا. خليني اسالك في الاول عن رمضان صبحي، رمضان صبحي ليه مش في المنتخب؟ ومين قال انه مش في المنتخب؟ على فكره من يقترب من فكر أجيري يعني لابد أن يمكن يعي دي تصريحات نادر شوقي وكيل أعماله اللي قال أنا عارف أن رمضان صبحي أصلا مش هينضم للمنتخب الوطني في الفترة اللي جاية. ممكن يكون ده الفترة اللي جاية، لكن مع توالي المباراة أنا ما أعلمه وما أحاول أن أنا أجتهد فيه أن الرجل لديه أجندة، هذه الأجندة مقسمة صفحات، في لاعبين خلاص لا يريد أن يراهم الآن لأنه خلاص هيعرفهم كويس قوي، حافظهم كويس قوي، ربما بعضهم يحتاج لبعض الرتوش، بيترك فريق عمله على رأسهم هاني رمزي يتواصل في الجزء ده، في فتح لزاوية الرؤية، وده اللي مسخن صراع الدوري على فكرة غير منافسة الأندية، إنه بدل الأمر لكل اللاعبين في مصر غير أيام كوبر إنه أي لعيب يبقى كويس ممكن يبقى في المعسكر، وبالتالي زادت طموحات اللاعبين. شفنا عمار هو صحيح محسوب على النادي الاهلي لكنه معار للاتحاد السكندري، لكن شفناه في معسكر منتخب بل ولعب مباراه، شفنا لاعبين كثر، اعتقد ان هم في اجنده اجيري ان لم يكن لامم افريقيا فلمواصله التصفيات ل 2022 كاس العالم، وبالتالي هناك بعض اللاعبين
تيجي تقولي بسيطة ما تستبسطهاش، يعني نور رمضان صبح قد لا يكون موجود في المرحلة دي، لكنه المؤكد أنه بهذا المستوى سيكون موجود ضمن كتيبة أمم أفريقيا أو الكان 2019. في لعيبة كده الأمر منتهي لما يكونوا بيتكلموا مع صالح جمعة يعني كنجم وآخرين في أندية أخرى، بس أنت حضرتك بتتكلمي عن موقف لعيبه النادي الأهلي أن أنت يا كابتن موجود معانا لكن زود لي كذا زود لي ماذا، يبقى لازم تعرفي أن الراجل الحقيقة بيتعامل بمعادلة احترافية 100%. هو ينزل بأعمار اللاعبين من جانب لأنه لن يقترب من اللاعبين ما بعد الثلاثين، وأنا قلت الكلام ده مع حضرتك قبل كده. صحيح. وبالتالي هو بس بعديها رجعنا برضو سمعنا تصريحات أن لازم يكون في لعيبة أصحاب خبرات في المرحلة الآنية، يعني قد يحتاج لبعضهم اثنين ثلاثة. وليد طبعا هذا الساحر العظيم ربنا بقى يكمل شفاه على خير، أحمد فتحي لكن إمتى؟ علشان أمم أفريقيا 2019. لكنه لن يستطيع أن يكون مستبقيهم أو مركز عليهم في فترة 2022، لأنه الكرة كده لا تعترف دائما بالعمر ما بعد الثلاثين في المنتخبات على الأقل. طيب احنا كنا بنتكلم في بداية الحلقة ان طبعا حديث الصحف والمواقع الإخبارية عن نادينا طبعا النادي الأعظم أفريقيا هو الكلام عن مباراة امبارح، وكمان الكلام عن اللقاء القادم في أمم في دوري أبطال أفريقيا صحيح قصاد سان داونز يوم السبت اللي جاي، اللقاء القادم شايفه ازاي؟ شايفه كعادة مباريات النادي الأهلي طبعا لقاء صعب، طبعا مش هقول أحسنت الإدارة الحمراء أو مجلس الإدارة الأحمر، لكن أقول دي عوائد برضو مجلس الإدارة الأحمر أن يوفر ما هو احترافي لإدارته لناديه سواء في كرة القدم أو غيرها، عشان كده كان فكرة الطائرة الخاصة، لكنه لقاء مع واحد من عناصر التفوق أو صاحب الديربي الجنوب أفريقي، يعني لأنه أورلاندو بيرتس وسان داونز هما أهلي وزمالك جنوب أفريقيا، وكان عندهم الكلاسيكو بتاعهم أو الديربي بتاعهم. صحيح. من حوالي 8 ل 9 أيام تقريبا يعني، وكانين قبل كده مواجهتين كمان معهم. لا أنا بقول لحضرتك هما يعني دول عناصر القوة سان داونز وأورلاندو بيرتس، والأهلي لعب الاثنين، لكن الفرق دي ما تخوفش. ليه؟ ليست بالفرق العنيفة على أرض الملعب، الملاعب لائقة نوعا ما، هي رحلات الطيران بس هي اللي مرهقة، 10 ساعات هي اللي مرهقة، ولو أنها يعني بطائرة خاصة لكن أيضا 9 ل 10 ساعات يعني بتبقى مرهقة ده أكيد، إنما بتهون منها أن تكون الطائرة خاصة وأن تكون الرحلة دايركت، وبالتالي أعتقد أنه مباراة تليق بأن النادي الأهلي يعود منها بنتيجة إيجابية. وأنا الحقيقة امبارح وأنا بتفرج على الماتش ولما شفت الكلام تطرق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ ومع المدير الفني بعد الماتش وكمان الكابتن محمد يوسف، هم بيقولوا رأيهم، قالوا إن هم بيركزوا إن المباراة إن شاء الله يبقى فيها نتيجة إيجابية قياسا على اكتمال الصفوف من ناحية. صحيح. ومن ناحية تانية فكرة إنه رايحين يلعبوا ضيف سئيل في كرة القدم لكنه مش سئيل في العنف ولا ملاعبه من النوع السيء، الأرضية نفسها النجيل يعني ليس من الملاعب السيئة، وبالتالي الأهلي يمتلك ناصية يعني الفوز أو التعادل في أقل تقدير، ومن ثم أعتقد أنها مباراة تدخل في التصنيف أنها واحدة من اللقاءات التي تستحق أن تكون نهائي القارة لكنه نهائي مبكر. أكيد طبعا كل الأماني الطيبة للنادي الأهلي بالفوز، إنما لازال مسلسل البينج بونج اللي هي ذهاب وعودة شغال، يعني الناس بس ما تتوترش بدري، جمهور الأهلي استعاد هو أيضا ثقته بفريقه وهي ثقة معتادة أيضا. صحيح. طيب خلينا نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مرة تانية عن دوري أبطال أفريقيا وعن النادي الأهلي، لكن بعد الفاصل. رجعنا سريعا، لسه منورنا في الاستوديو استاذ عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي لليوم 7 والنقد الرياضي الكبير. مساء الفل عليك مره ثانيه. ربنا يخليك. طبعا احنا اتكلمنا كتير عن الكوره في النادي الاهلي، كره القدم مش بس هي اهم بطوله او اهم رياضه في النادي الاهلي، عندنا بقى رياضات ثانيه كتير جدا في النادي الاهلي قدرنا ان احنا نتميز بيها وقدرنا كمان ان احنا نتميز في تنظيمها. طبعا لو هنتكلم هنتكلم عن بطوله فولي سيدات، البطوله الافريقيه اللي لسه يمكن خلصناها من ايام واللي توج بيها فريقنا فريق سيدات النادي الاهلي للمره العشرة في تاريخه والمره الثانيه ليه على التوالي. صح. صحيح. ومع مين؟ مع واحد من اهم
من لعبوا الكرة الطائرة في القارة الأفريقية حمدي الصافي طبعا واحد من عظماء الحقيقة الطائرة يعني عموما والطائرة الحمراء تحديدا يعني. فالحقيقة بقى بما أننا بنقول طائرة فحلق بها يعني العنان السماء والحقيقة كان مشهد رائع تنظيميا. صحيح هو احنا قدامنا لقطات يمكن من المباراة النهائية شفنا فيها حضور غفير جدا من جمهور النادي الأهلي شوط مرعب فاستعاد ثلاثة أشواط ومع منافس تونسي يعني مرعب ايضا طبعاً في الكره الطائره الحقيقة. صحيح نجوم كرتاج صحيح طبعا طبعا وهو منافس غير عادي في القاره لكنه 3-1 كانت يعني سهله. حتى لما سالنا الكابتن حمدي الصافي نورنا في اليوم السابع قال انا كل اللي طلبته من بنات النادي الاهلي انهم يلعبوا لعبهم او يرجعوا لطائرتهم وشرفونا وبالتالي خدوا الثلاث اشواط من صحيح. غير ضجيج ولا اجهاد حتى ليه هو كمدير فني و عمل كوتش كمان على المستوى السريع. الفردي في الجوائز يمكن بنات النادي الاهلي او سيدات النادي الاهلي هم اللي حصلوا على العدد الاكبر من الجوائز ثلاث جوائز صحيح. اعتقد لو الزملاء يقولوا لك على سريع اعتقد مريم وشروق يعني وشروق على ما صحيح. اذكر يعني شفتي قد ايه اللعبه بقت مؤثره بقينا حافظين كمان اسماء اكيد طبعا الطائره لانهم يستحقوا حقيقي كمان بيبقى شيء جميل انه الرياضه في مصر عموما وفي النادي الأهلي تحديدا لما تنطلق يعني حتى في السيدات والأنسات إلى عنان القارة دي حاجة كنا بنفتقدها. كان بيبقى عندنا فرق قوية لكن ما كناش دايما بنوصل رغم الأجيال العظيمة على التوالي زي كده. طبعا أجيال كانت بتوصل نهائيات وتفوز وكذا لكن أمام الفرق القوية ما كناش بنفوز زي ما النادي الأهلي بيعمل كده 10 مرات تحسبيهم بسرعة ومنهم 2 ورا بعض. وبالتالي الحقيقه لا جهد مشكور كمان للمهندس محمد سراج صحيح هو قدامنا دلوقتي هو على الشاشه والله لسه ما كنتش بصيت يعني لكن برضو دي من اللقطات النموذجيه في النادي الاهلي وهي تواصل الاجيال حقيقة. مجالس تاتي بالجيل القادم لاداره النادي ومدارس تعطي الفرص لميلاد نجوم جدد زي ما نجوم في الرياضة نجوم في الإدارة أيضا صحيح. وكل في تخصصه. إحنا عندنا كوادر شابة يعني تخلي الواحد فخور جدا بانتمائه للنادي الأهلي. ما هو ده اللي أنا بقوله لك لأنه أنت عندما تختاري بقى على مستوى مصر أحيانا في حتى في الإداريين مش في الإدارة قد تجدي هؤلاء يعني من يخرجوا من يعني ما يسمى بمؤسسة حمراء أو بيضاء أو في أي مكان هتلاقيهم دول اللي بيروحوا المنتخبات ده مدير المنتخب الفلاني ده مدرب المنتخب العلاني وبالتالي ده دور النادي الأهلي إنه يخرج دفعات ودفعات أولا دفعات إدارة أو وكلاء الأهلوية اللي بيجوا يديروا مكان الجمعية العمومية النادي ثم الإدارة بقى المحترفة اللي هي الإدارات المحترفة وتلاقي كل ده جنبا إلى جنب مع العناصر الفنية من فرق بقى للأولاد ثم الشباب ثم الناشئين وكذا لغاية لما تمري بالصورة اللي حضرتك شفتيها كابتن حمود الخطيب الذي تسلم القيادة في دوره ومعه مهندس محمد سراج الذي كان مسؤولا عن البطولة الحالية صحيح. زي دكتور مهند مجدي في بطولة الرجال اللي ابتدت يمكن يوم 1/4/1 أبريل بالظبط برضو حفل تنظيم يعني أكتر من رائع زيه زي حفل الفولي سيدات يعني في الآخر بتحس أن أنت فخور وتشرفت أن هي دي الحفلة اللي طالعة من النادي الأهلي جوه النادي الأهلي على ملعب أو على استاد عبدالله الفيصل يعني حاجة مشرفة جدا. هي شوفي البطولة عموما مش بعيدة عن أسماء الأندية الكبرى وفي القلب منها النادي الأهلي لكن عندما تطبق القواعد على الجميع لابد أن يخرج المشهد يعني بصورة تليق باحترام الجماهير واحترام البطولة واحترام الوفود ومن ثم لما يبقى مجلس الإدارة والاهتمام بالتفاصيل وده اللي بقول لحضرتك مهتم بكل التفاصيل ويعطي العيش لخبازه زي ما بيقولوا لا أحد يتحدث إلا في تخصصه حقيقة. من عليه الأماكن موجود من عليه دخول الفرق موجود أول ما تعملي كده اضمني النجاح وانت يعني من غير ما تحطي ايدك على قلبك ولا طبعا كل الدعوات بتبقى مخلصة لكن ولا دعوات يا رب عدي اليوم مفيش حاجة اسمها كده في حاجة ان شاء الله موفقين يعني دعاء واستجابة من رب العباد لكن في شأن مختلف انك عملت اللي عليك أولا وبتنتظري مردود النجاح وبيبدأ النجاح من النادي الأهلي ان كل واحد يأدي الدور اللي عليه عشان صحيح. كده بتلاقيش توتر يعني ما بقولوش للفرق
روح هات البطوله اولا، لا بيبداوا الاول بحسن التنظيم، حسن الاعداد، حسن وفاده اذا كان لديك ضيوف، ايضا حسن الاداء والوصول بالمستوى بما يليق بالنادي الاهلي، ثم الحساب على النتائج. الحساب على النتائج في النادي الاهلي طول عمرنا لا نعرف ابدا انه اولا، لكن ياتي بعد قياس الجهد وكل حد عمل اللي عليه ولا لا. صحيح. طبعا في الاخر احنا بنقدم كل الشكر والتقدير لمجلس اداره النادي الاهلي اللي في الاخر بيطلعوا لنا بطولات بالمستوى اللائق بمصر ومؤكد الاهلي. مؤكد ده انت يعني كمان في نفس اللحظه ومع بطولات الصالات زي ما بيسموها يعني الكابتن جوهر نبيل عضو مجلس اداره معه ايضا يد الاهلي في القاره السمراء، ذهبوا الى المغرب لبطوله للانديه، يعني اكيد الجماهير برضو بتنتظر من اليد الحمراء انها تقدم هي الاخرى كاس جديده ان شاء الله كل التوفيق اليوم اولا تكون منافس بحجم الاهلي في بطوله الانديه المقامه الان في المغرب. صحيح. تعال نروح بقى لمنتخبنا الوطني الاول، يلا بينا، واستعدادنا لامم افريقيا. شفت اللقاءات الوديه اللي اقيمت او اللقاء الودي اللي اقيم مع نيجيريا ازاي والنتيجه بتاعته، هل هي كانت دي النتيجه المتوقعه؟ وشفت كمان ازاي لقائنا مع النيجر في تصفيات امم افريقيا. انا مش قلقان لان انا زي ما قلت لحضرتك انا متابع لاجيري. اجيري من الناس اللي مسكت منتخبات عالميه، وفي المنتخبات العالميه النتائج ليست هي القياس. القياس ويمكن الراجل قاله كده ومحدش خد باله، هو يسعى للاعب لاعبين على فكرة المؤكد ان واحد منهم عمار حمدي. ليه هو قالها كده؟ عايز لاعب او لاعبين صغار السن ينضموا ويصدقوا نفسهم انهم في قائمة منتخب مصر في امم افريقيا 2019. لسه بقى نجوم كل الاندية اللي مع شوقي غريب في المنتخب الاولمبي بعضهم ايضا سيذهب الى المنتخب الاول ضمن المنظومة الكبيرة اللي هي 24 لاعب المسجلين. ومن ثم هو عنده بقى الباقي 40 لاعب هيستنى عليهم لتصفيات كأس العالم. وبالتالي لا كان همه ولا هممني باعتباري فهمت وبيعمل ايه واحد من يعمله في المهنة دي انه نفوز على النيجر، كان هممني اشوف المنتج اللي هو بيقدمه. وفي مباراة نيجيريا كان طبيعي جدا في ظل الاجواء دي والاعتماد على قلة قليلة من أصحاب الخبرات أو الأصليين زي ما بيقولوا، مفيش أصلا مشكلة إنه كانت النتيجة تبقى بالشكل ده. صحيح. بس يمكن كنا سمعين قبلها كلام كتير إن مثلا اتحاد الكرة بيطلب من أجيري إن هو يلعب بالمنتخب الأساسي عشان ما يصيبش اللعيبة أو ما يصيبش جمهور الكرة المصرية بالإحباط قبل ما ندخل في أمم أفريقيا. طلبات يعني المهم في أجيري ده إنه ما بينصعش لحد. يعني إيه؟ واعتقد انه برضه ده كلام يعني ما هوش كلام محترف انه حد يقول للراجل يلعب بفلان. انا لسه بقول لحضرتك من عظمه النادي الاهلي انه ايا ما يكون المدرب، لا بقى مش ايا ما يكون المدرب واما تكون الاداره. عشنا ثلاث اجيال، صالح سليم رحمه الله والاعلام لا تعرف، كابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحه، ثم يتسلم محمود الخطيب وهو من هو. في هذه الاثناء يكون كمان هناك لجان كره لا يتحدث ايا منهم، وحتى الآن يزور كابتن حمود الخطيب الفريق عشان يطلب أن يظهر النادي الأهلي كعادته دائما مشرف لمشجعيه وشعبه أو جمعيته العمومية، لكن لا يطلب من سيلعب ومن لا يلعب ومن سيبدأ ومن لا يبدأ، ليست يعني بمكانة من يدير أولا، ولا أيضا هي اهتماماته أن يكون الأفضل كأجهزة فنية وأن تأتي الأجهزة الفنية والإدارية بالأفضل كلاعبين وخطط لعب وكذا، ولا حساب زي ما قلت لك على النتائج، لكن الحساب على كتل من الوقت. صحيح. أو العقود. وبالتالي الأهلي في حتة تانية خالص، عشان كده بقول لك أجيري. صح. في حتة تانية خالص باستثناء بعض المدربين اللي جم دربوا منتخب مصر وعلى رأسهم الراحل العظيم محمود الجواري وكابتن حسن شحاتة والاثنين وطنيين، يعني اللي هو لا يتدخل أحد في أعمالهم مش بسهولة أبدا. فرصتنا للتتويج بلقب كبيرة أمم أفريقيا، وانت بتتكلم عن أمم أفريقيا في مصر، برا مصر إذا احنا مش في المربع الذهبي على الأقل يبقى مصر ما جاتش عامل الأرض، لكن نلعب النهائي وهو ده بقى. في أي حتة لازم نبقى في المربع الذهبي. صحيح. ويبقى بكره الماتش، عشان ما اقولكيش مربع ذهبي بس، يبقى بكره ماتش السيمي فاينل ثم نقرر نلعب مباراه نهائيه ولا لا. في مصر التواجد في المباراه النهائيه هو الطبيعي جدا جدا جدا، لا هو منحه من حد ولا نقول عليه لاجيري شكرا. اول شكر لاجيري والذين معه حين يفوز بالكان 2019 الكاس. صحيح. نفسها.
صحيح. استاذ عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، نورتنا النهارده اكيد في كلام في الميديا في قناه النادي الاهلي كالعاده. شكرا. بشكر حضرتك على وجودك معانا. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده في كلام في الميديا، اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي في حلقات جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد على حضراتكم.